معالي السفير أحمد الشريف الوزير المفوض وزارة الخارجية المصرية. أهلا بك. أهلا يا فندم. أهلا، أنا يعني ممتن جدا للدعوة الكريمة دي لصالون المنارة، أول مرة أشارك، والحقيقة أنه يعني إحنا بنتابع صالون المنار من وقت وجودنا في الخارج، ويعني جهد عظيم ومشكور، ويعني فرصة جيدة جدا الواحد يستمع إلى التراث الأصيل، ويعني أجواء يعني راقية، ونرجو أنه يعني يشيع مثل هذا النشاط في القاهرة وفي مصر. شكرا جزيلا. أهلا بك معالي السفير. ويا ترى بقى في الخارج احنا مسموعين؟ يعني بالتأكيد مسموعين عبر اليوتيوب لدى المصريين المقيمين في الخارج، ويعني يعني يوجد الكثير من الأجواء الإيجابية اللي بتشيع يعني من خلال الأنشطة الجميلة ده. نشكركم يا فندم، شكرا جزيلا لك. اهلا بك يا معالي السفير، وان شاء الله ما تنقطعش زيارتك لينا. الله يحفظك. ميرسي ميرسي للسياده. الف شكر.